مساء الخير على مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج الملكة تواجه. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة أحب أقول لكل أم كل عيد أم وأنت بخير يا رب، كل عيد أم وأنت أجمل وأحلى ملكة. وأحب أقول لكل أم مش موجودة معنا كل عيد أم وأنت في الجنة إن شاء الله، مبسوطة وسعيدة. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. اهلا بكم مره تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل وحلقه مهمه جدا. جات لنا شكوى على البيج البرنامج من عضوه معانا بتقول ان هي عندها مشكله ومش عارفه تحلها ازاي وعايزه تواجهها معانا. جوزها بيمد ايده عليها او بيضربها وهي مضطره ان هي تكمل معي عشان هي ما عندهاش مكان تاني، دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان ولادها وما عندهاش اي مصدر دخل تاني. عشان كده احنا معانا النهارده لايف كوتش أستاذة أمنية عبد الرازق، نتكلم معها في المشكلة دي ونحل إن شاء الله المشكلة دي معها. أهلا بيكي. أهلا بيكي سمرة. نورتيني أمنية. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة وبخير يا رب. وكل سنة وكل أم طيبة يا رب. يا رب كلهم بخير يا رب. يا رب. سمعتي بقى المشكلة معانا، إحنا مش عارفين بقى نقول لها الحل إيه دلوقتي، عايزين بس نعرف الناس تعريف العنف إيه الأول. طيب، هو العنف عموما لو مش هنخصص بيه المرأة فقط، هو العنف أي سلوك بيتم ممارسته على الإنسان بيخليه متأيد في حريته، غير ان هو بيسبب له أذى جسدي، أذى نفسي، كل انواع الأذى. طب لما نيجي نتكلم على الأذى للمرأة، بنلاقي ان الأذى للمرأة في موضوع العنف ان جوزها بيضربها، جوزها بيمد ايده عليها، ممكن بيشتمها، يستهزئ بيها، ينقدها باستمرار قدام الناس. تمام. فهنلاقي ان اشكال العنف كتيره جدا. اوكي. ده بيخلينا نقول ان العنف ده هو سلوك ايذائي الغرض منه التقليل، وان انا افرض سلطتي وافرض قوتي على الطرف اللي انا بضربه او الطرف اللي انا باذيه. طبعا العنف له اشكال. تمام. اول حاجه مثلا لما نيجي نتكلم على العنف الاسري، العنف الأسري اللي بنلاقي الأب بيمد إيده على الأولاد أو على الأم، وده طبعا له أسباب هنتكلم عليها دلوقتي. وده المهم النهاردة. ده بالنسبة للعنف اللي هو الأسري اللي بيتم عن طريق الجسد. أوكي. الضرب. طيب، في العنف بتاع بقى الألفاظ البذيئة أو الشتايم، اللي هو ممكن اكيد طبعا بدل بيضربها فاكيد طبعا اكيد في الفاظ طبعا مش هيضرب وهو ساكت. اكيد في الفاظ والفاظ يعني غير مقبوله تماما. في نقد واستهزاء باستمرار، يعني حتى لو مش بيضربها، في بعض الازواج بيحبوا قوي حته ان هم يقللوا من كل حاجه الست بتعملها وقدام الناس كويسة. كمان ايه الاكل ده؟ الاكل ده مش حلو، انت اصلا كل اللي انت بتعمليه ده على الفاضي، انت مش هتنجحي ولا اي حاجه. هو يقصد ان هو يقلل منها ومن قدرتها. دي بتكون مشكله في الراجل اكيد. في الراجل اكيد. لان دي بتبقى احساس بالنقص، هو لو واثق من نفسه وواثق من قدراته عمره ما هيوصل معاها للبوينت دي. تمام. دي اكيد هيعلي من شأن مراته قدام الناس، مش بالظبط. زي بالظبط ما مكتوب على الفيسبوك والسوشيال ميديا، ان لو انت عملتها كملكه هي هتبقى في نظر الناس انت الامير، وده فعلا برنامجنا حتى الملكة. ما احنا عشان كده هي لما بعتت المشكله دي احنا قلنا لازم نواجهها على طول، لان هي مش عارفه تعمل ايه دلوقتي، ما عندهاش مكان تاني تروحه، ما عندهاش فلوس، ما عندهاش اكيد. بعض فعلا الستات، وطبعا اكيد الناس بتقولها طب معلش استحملي عشان خاطر ولادك وكملي عشان خاطر ولادك، والكلام اللي بيتقال بقى المتطرف. بس احنا عشان نواجه المشكله او نحد من المشكله لازم نتكلم ايه هي المشكله واسبابها والنتائج وازاي نحلها. عايزين بقى نعرف الاسباب. الاسباب بقى اول حاجه زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، ان هو ممكن اصلا زوجها ده يكون بيحس بحته النقص، ان هي دي اسباب بقى نفسيه عنده. اولا ان هو حاسس ان شغله اقل بكتير من شغلها، طموحه اقل بكتير من طموحها، ما عندوش حته ان هو يساعدها او ان هما الاثنين يكملوا بعض ويبقى هما الاثنين بيندمجوا ان هما يكونوا اسره كويسه. ولو هي ما بتشتغلش، لا ممكن بقى دي الاسباب تانيه. اوكي. تاني حاجه بقى الأسباب النفسية بتاعة التكوين النفسي للراجل. الأسرة اللي الست بعت الشكوى بتقول أنا جوزي بيضربني. دي لو عندها أولاد. تمام. الابن ده لما هيكبر إيه اللي هيحصل؟ هيحصل له حاجة من الاتنين، يا إما هيقول لا أنا مش هضرب مراتي وهكون أسرة كويسة، يا إما هيقول يا إما أنا مش هتجوز، يا إما لو اتجوز بيبدأ يستخدم نفس الأسلوب بتاع والده. هيتعلم من اللي شافه أكيد. فأكيد الشخص ده اللي بيضربها ده أو بعض الأزواج اللي بتضرب زوجاتهم كانوا بيشوفوا ده من وهم صغيرين، إن الأب كان بيضرب والدته.
اسباب كتير جدا حوالين المشكله النفسيه دي، ممكن بسبب حته الدلع الزايد في الدلع التربيه اليمين للابن. فالابن اوكي ده لما يكبر هو واخد ان كل حاجه بتجيله، واخد على الدلع، فاللي هو انت هتنرفزيني ليه وهتعمليني ليه، يضرب وخلاص او اوكي يشتم ويهزق. فدي من ضمن الاسباب اللي برضو بتوصل الراجل لكده. في برضو سبب بيبقى على الست نفسها، يعني انا مش كل حاجه هنسيبها على الراجل، ما احنا برضو الراجل اللي هو بيتصرف كده بناء على ايه. في برضو بعض الستات او بعض البنات حاليا بقى طريقه الردود بتاعتهم مستفزه على الازواج. كنت بتناقش مع حد قبل الحلقة في الموضوع ده، بيقولي ممكن يكون السبب ست مش الراجل، يعني ممكن بالظبط بتخلي جوز اللي هو الراجل. فعلا يعني انا بشوف ساعات اللي هو، او ساعات حتى بنشوف على المسلسلات او على السوشيال ميديا، اللي هو انت ازاي بتردي عليه كده، اللي هو ايه ده، احنا يعني الاسلام او جميع الاديان السماويه ما اوصتش خالص ان احنا نعلي صوتنا على زوجنا. يعني لو هنتكلم بقى على الستات، ما احنا مش كل الغلط هنجيبه على الراجل ومش كل الغلط هنجيبه على الست، اكيد طبعا. ده بيغلط وده بيغلط، ولكن احنا برضه عايزين نشوف سبب المشكله. السبب هل هو سبب نفسيه، ولا سبب طريقه ردودك انت؟ هل انت محتاجه يتعمل لك مثلا اعاده تاهيل، او بنسميها زي ان انت تشوفي مثلا حاجات زي الاستشارات الاسريه، ازاي ان انا ارد على جوزي، ازاي ان انا اقوي علاقتي معاه، وهكذا. ممكن يكون المشكله عند الاتنين مع بعض. ليه بقى دول؟ يعني انا دايما بقول يا ريت ان احنا الناس قبل ما يتم بقى الزواج وكده، زي ما بيروحوا يحللوا التحاليل الفحوصات الطبيه، طب ليه ما يلجأوش برضو ان هم ياخدوا كورسات ويستعينوا باستشاريين اسريين، ازاي ان انا هفتح بيت؟ احنا مقتصرين فقط على اللي هو ايه، انا هتخطب وانت او احنا الاثنين هنتخطب، يبقى يلا نحب بعض، وننسى تماما بقى ونقعد نبني البيت، وهنجيب العفش بالشيء الفلاني ونقعد نبني البيت، وفي ثواني البيت ده يتهد. ليه؟ لان احنا بنبني اساسات غلط، فبالتالي البيت ده بيتطربق، البيت ده بيتهد في ثواني. لو بنينا الاساس صح، المفروض يعملوا بقى ايه في فترة الخطوبة؟ فترة الخطوبة بقى بدل ما نقعد بقى نحب في بعض، احنا تعرفنا على بعض، انا عرفت انت ايه عيوبك وايه مميزاتك، انت عرفت عيوبي ومميزاتي، طيب ممكن ان احنا نلجأ ان احنا ناخد كورسات او نقرأ كتب عن التربية الإيجابية، عن الاستشارات الأسرية. تفتكري ان في حد بيعمل كده دلوقتي في في فترة كتير، الخطوبة، في كتير يخطبوا بعض جدا كده على فكرة ويروحوا هم المكان؟ بيلجأوا، في كتير. يعني انا طب دي حاجة حلوة. في يعني في بنات ما شاء الله بتلاقيهم طب انا دلوقتي هتجوز، لما اجي ان انا اخلف انا عايزة اعرف مثلا مراحل الطفولة، وازاي اتعامل مع زوجي، ازاي ان انا اتلاشى الخلافات. هو كده كده اتس اوكي ان في خلافات ما بين في كل اي بيت، تمام. ولكن ايه اللي بيخلي المشاكل دي تتفاقم؟ زي ما قلنا ردود الزوجه، زي ما قلنا ممكن مشاكل نفسيه عند الزوج نفسه، طريقه التربيه الخاطئه من هو صغير، الضغوط بقى بتاعه الشغل بتاعه اللي هو جاي وهو مش طايق حاجه تكلمه. كمان بالنسبه للاسباب برضو حته الاسباب الاجتماعيه، تمام. الظروف بقى الاقتصاديه بتاعه عامله ازاي، برضو بنلاقي حته الطلاق والعنف كتير قوي في البيئات اللي هي العشوائيه والبيئات الشعبيه، تمام. بيبقى فيه جهل، بيبقى فيه طبعا فقر، فدي كلها بتضيق خلق الانسان فبتخليه على طول متعصب. لو هي واحده متعلمه وبنت ناس ومعاها اطفال زي ما هي بعتت لنا كده وجوزها بيضربها، تعمل ايه؟ طيب اولا احنا لازم نعرف الاسباب هي ايه، هل الاسباب منها ولا الاسباب منه، يعني هي اللي بتدفعه ان هو يضربها ولا لا. وحتى بقى لو هو هي بيضربها، كانت بتقول ان على اتفه مشكله ممكن يتعصب عليها ويضربها. طيب هي ايه الحاجات اللي هي عملتها لو معاه؟ طلبت مثلا حاجه للبيت، لو طلبت حاجه للاولاد، طيب الموضوع بيتطور بيوصل ان هو هي بيضربها بعد لجأت كده؟ لاهلها او حاجه او لاهله؟ لا، ما قالتش الصراحه. طيب هي هو هي كمان من ضمن الاسباب للمشاكل اللي تبقى كبيره قوي ان احنا نكبر المشاكل، ان احنا نلجأ على طول كده للاهل. احنا بنقول دايما ما نلجاش او ما ندخلش الاهل الا لما نحس ان الموضوع بدا يكبر واحنا مش عارفين نتصرف احنا الاثنين. مش كل حاجه ده هو قال لي هو عمل لي هو قال لي هو عمل لي، ان الرجاله اصلا بتكره كده، بيكرهوا ان حد يتدخل في حياته، او في رجاله بتعكس، يعني يعني هي اللي الواحده بتقول تتضرب وما تدخلش حد من اهلها لا. في انا بقول الموضوع؟ في بدايه المشاكل، في البدايه، لا، انا بتكلم دلوقتي على موضوع في موضوع العنف. الضرب بقى، في موضوع العنف والضرب. طيب انا دلوقتي ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها؟ اولا انا اشوف اهله رد فعلهم ايه، اتكلم معاه، الكلام معاه ما ينفعش، اشوف بقى باباه، اشوف اخوه، اشوف الناس اللي هي ممكن تبقى واقفه فعلا وتشوف الامور دي بتمشي ازاي. تمام. هل مثلا انا اللي غلطانه، انت اللي غلطان، في ناس هتقعد وتشوف. طيب خلينا كلتا ماشيين ستيب الاحوال ستيب. بقى الدنيا كل وقفت، ده ما نفعش معايا. طيب هل انا
ربنا سبحانه وتعالى مش بيرضى ان الانسان يبقى عايش وحريته مسلوبه وان هو أكيد. كل شويه بيتعرض للاذى. أكيد. فهنا بقى بنقول ان احنا ممكن نلجا لنقطه الانفصال بدل الانفصال ده، لان انا دلوقتي وجودي معاه في البيت بسبب قلق ليا وللاولاد، ما هو مش قلق ليا لوحدي بس، الاولاد كمان بيتاذوا نفسيا وسلوكيا. تمام. طيب هل انا هفضل مستحمله ده؟ مش هتستحمل. في بقى كتير يقول لك ايه، انا هستحمل وعد. طيب ما انا هستحمل وعد، اولا انا بتاذى، اطفالي بيتاذوا، اولادي بيتاذوا، غير ان شايفين ده، غير اصلا ان ممكن مره مع مره خلاص خد ان هو يمد ايده عليها فبيلجا بعد كده، ممكن ده يحصل يؤدي للوفاه، بنسمع عن ده كتير. يعني في الفتره الاخيره ديت سمعنا عن جرائم قتل كتيره سببها موضوع العنف ده. ليه؟ ان هي بتسمح له ان هو مره يمد ايده على وشها، مره على كذا، مره يستخدم اله حاده، مره كذا. بس الموضوع بيؤدي ان هي بتيجي في الاخر ممكن تقدر جوزها مش هو يموتها من الضرب احيانا واحيانا. فاحنا ليه بقى احنا دلوقتي خلاص احنا الحياه بينا فيها مشاكل وفيها، طيب اولا احنا ممكن نلجا لحد زي استشاري اسري يشوف احنا الاثنين مثلا هننفع مع بعض مش هننفع، زي اخصائي نفسي، لايف كوتش، اي حاجه بقى. تمام. يشوف انا وانت هنبقى ايه الدنيا. طيب ده ما ينفعش، نلجا لنقطه الانفصال، ودايما بقول في نقطه الانفصال بدل في اولاد نفرق ما بين كلمتين، كلمه زوج وزوجه وام واب، بمعنى ان انا زوجه وزوج وانت زوج، يبقى خلافاتنا بعيده تماما عن ان انا ام وانت اب، بعيده عن الاطفال يعني. تمام. زوج وزوجه خلاص احنا بينا مشاكل وبيننا محاكم وبيننا قضايا وبيننا حاجات كتير. اوكي. بس انا قدام ولادي وانت قدام ولادك في علاقه تانية وفي احترام تاني خالص. طبعا ده احنا مفتقدين ده جدا. يعني دلوقتي الام مثلا الاولاد معاها، لا ده باباك ده وحش، او هو ده من الناحيه الثانيه برضه. فاحنا اولا بنلجا اما بقى نشوف الاهل او نشوف حد من الاستشارات الاسريه، وده يستحسن عن الاهل. لان احيانا الاهل بيقفوا مثلا يقفوا في صف ابنهم او بنتهم فبييجوا على الطرف الثاني حتى لو كان الثاني غلطان صح او صح. فبدل ما ممكن ان احنا نلجا للاهل ان هم ممكن يبوظوا الدنيا، لا نلجا للمختصين اللي عارفين النواحي السيكولوجيه والنواحي ديت كلها بتبقى ماشيه ازاي. طيب الحياه دلوقتي اصبحت بقى منعدمه وفي اذى كتير جدا، اكيد انا مش هقبل بنفسي للاذى، وانت لو قبلتي على نفسك الاذى ده ولادك هم هيتضروا، هيتضروا نفسيا وسلوكيا. يعني ممكن يكون الحل الطلاق، الانفصال او الطلاق، ولكن مع الاحترام. انا ممكن ان انا انفصل عن زوجي والدنيا خلاص وقفت لحد هنا كده والعلاقه انتهت، ولكن هيكون في احترام. ليه بقول في يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن احنا بنلجا للنقطه دي بحيث ان هو ما يكونش في اذى، لان هنا السلبيات كتير، ودايما بنقول لما السلبيات بتكتر في مشكله او في موضوع نبعد عن الحاجه دي تماما. طب لو زي ما قالت كده ان هي ما عندهاش مصدر دخل او ما فيش عندها شغل تاني، هقول لك بقى في واحده برضو كلمتني قريب، هي دكتوره والدنيا معاها زي الفل وولادها كبار وتمام، ولكن ما ينفعش انها تطلق. في اذى كبير جدا من زوجها. اوكي. طيب هي ما ينفعش انها تطلق، اخوها لا مش هتطلقي، مامتها لا مش هتطلقي، ولادها لا مش هتطلقي. طيب وكمان قعدوها من الشغل. بدات بقى انها تسايس امورها، لما لجأت بقى بلايف كوتش مثلا بدات ان هي تاخد النصايح منه، هي لو اتصرفت من نفسها ممكن تسيب لهم البيت وتمشي وتهرب. ممكن فعلا. فلا احنا المفروض ان احنا في المواقف اللي زي دي نستخدم الطريقه العقلانيه. طيب انا دلوقتي اتكلم مع جوزي عن النقاط السلبيه اللي انا بشوفها منه، وان احنا نحل الموضوع ده عشان خاطر اولادنا، مش عشان حد بالعنف ده ممكن ان هو يستجيب للكلام. احنا بنقول بقى الحلول اهي. تمام. طيب تاني حاجه ان انا ممكن استعين بالاهل. طيب احيانا بعض الازواج بيرفضوا اصلا ان هم يروحوا اللايف كوتش او كده. طيب انا دلوقتي عايزه بقى انفصل، مفيش حلول بقى، عايزه انفصل، وبرده هروح فين وهاجي منين؟ فهنا بقى ممكن نعمل الخطط البديله بقى، بلان بي، اللي هو هل مثلا انا هروح اقعد فين عند حد مثلا من اهلي، طيب هروح مثلا ان انا اشتغل. تبدا بقى انها تخطط حياتها قبل ما تاخد النقطه دي، ولكن ان هي لما تاخد الخطوه دي انها هتطلق او هتنفصل وانها تعيش في حياه مستقله بعيدا عنه، المفروض انها تكون مرتبه امورها كويس جدا على ان انا
مش هخلي فرصه ان حد يقول حاجه، يعني لان تقف على رجلها الاول وبعد كده بقى تفكر هي ممكن تعمل ايه او تقرر بعد كده. لان هي طبعا لو طلقت ومشت هتروح فين؟ وطبعا بقى لو عندها اخ او ام او اب او اي حد، والجيران كمان يعني في المناطق الشعبيه دايما في الاستشارات بتاع الاطفال لما بلاقي مثلا الطفل ده الاب والام بيتخانقوا دايما مع بعض وكده، فتقول لي انا لو اتطلقت او لو حصل انفصال الناس عندنا هنا الجيران هيقولوا عليا ايه، وده بيحصل اكتر في عشان المناطق المجتمع اللي هي الشعبية الشعبيه. اكتر اكيد طبعا. فبتضطر انها تستحمل، فهو بيمد ايده عليها. فبلاقي ان فعلا الحمد لله ان في بعض الاباء اللي هو لما نقعد بقى نتكلم معاهم ونقول لهم طيب دلوقتي اللي حضرتكم بتعملوه 1 2 3 4 هو السبب ان انتوا جايين لنا عشان مشكله الاطفال، مشكله التبول ولا مشكله العنف، مشكله ضعف التركيز. ايه ده، معقول؟ معقول ان بيأثر على الأبناء جدا. واتسأل اللي هو معقول ده فيه تأثير؟ فنبدأ بقى ان احنا نمشيهم مثلا على طرق معينة، مثلا عن طريق ورقة وقلم، حاجات معينة، حاجات سلوكية بيعملوها في البيت الأزواج مع الأطفال، بحيث ان الدنيا تهدى شوية. طبعا الإنسان مش بيتغير مرة واحدة، ولكن انا برضه هقول لك أستاذة سمر ان في بعض الرجالة يعني موضوع العنف ده عندهم حاجة أساسية، بيتعاملوا معاه مع الست انها يعني هضربك، سواء بقى في الأمور الجسدية، في الجنسية، في الألفاظ، في كل حاجة هما بيتعاملوا بالطريقة دي. طب لو عايزين نقول دلوقتي نصائح للسيدات طيب النصائح، المتضررة، أول حاجة إن أنا أعرف السبب، لو السبب مني إن أنا أغير الأسلوب اللي أنا بتكلم بيه، لأن زي ما قلت لك. تاني حاجة المفروض إن الرجالة تبقى عارفة نصائح النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام بتاعنا والأديان السماوية كلها بتدعو بإيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن نصائحه واستوصوا بالنساء خيرا، يعني ما رفقا نضربهمش، بالقوارير. ورفقا بالقوارير طبعا، ما نضربهمش، ما نشتمهمش، بلاش إهانات، لأن هم بيبقوا فاكرين إن دي فرض سيطرة وفرض قوة، وده طبعا خطأ. فالمفروض ان انا بشوف الغلط جاي منين وابدأ اصلح الغلط ده، استعين بمختصين، استعين بالاهل لو الاهل عارفين ان هم، ممكن باهله هو الاول، شوف رد فعلهم ايه، لان لو استعنت باهلي اهلي هيخافوا عليا، فاللي هو سيب أكيد. البيت وتعالي. فلا، استعين باهله وان انا ما اخدش قرارات متسرعه، اخد قرارات عقلانيه. لو الامور خلاص بقى زي ما قلت لك، ممكن ان انا اقف بقى على رجلي واحط بلان بي لنفسي عشان تقرر بعد كده ان عشان هي تقرر ممكن بعد تعمل. كده، لان طبعا الاذى الجسدي بيأثر على النفسي، اكيد طبعا. والنفسي برضو بيأثر على الجسدي من الالام بقى بتاع المعده والصداع وهكذا. انت بجد نورتيني النهارده، ميرسي يا سمر، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده معانا في الحلقه، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.